السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة البيت الريفي. اليوم بدنا نحكي إنه الدجاج بيحسن بيض بيضتين باليوم. في عدة أسباب، لنشوف، تابعونا لآخر الفيديو لحتى نحكي شوي. أهم شيء هلأ بس سألت وجربت عندي موضوع إنه الدجاجة تبيض بيضتين. هلأ أنا كان عندي 4 دجاجات ولقي أمرار 5 بيضات باليوم، ومرة لقي 4 بيضات ومرة لقي 5 بيضات. امتى بالصيف هذا الموضوع كان يصير؟ بالشتاء بينزل منسوب البيض. تأكدت تابعت هالموضوع، مين يلي هو اللي عم يبيض؟ يلي عم يبيض هلا في عدة شروط بتبيض أمرار الدجاجة بيضتين. عدة شروط من بيناتها لازم يكون حجمها مقبول، وزنها بحدود 4 كيلو 3.5 كيلو لحتى تحسن تبيض. تاني سبب لازم يكون في عندهم ضوء كافي. فترة الصيف لازم تكون فترة الصيف، لأنه فترة الضوء تعادل 16 ساعة تقريبا بالنسبة للدجاج أو أكثر بشوي. ولازم يكون الغذاء كامل، البروتينات مثل العلف المركب بده يكون، وبدك تقدم لهم كل الأغذية بالنسبة كخضرة وكذرة. بشكل عام بدهم أكل كامل. الدجاج قد ما بتعطيه أكل بياكل، قد ما بتعطيه أكل بضل عم ياكل. وهون ببين معك الفرق عند البيض. إذا كان في عندك تقصير بالأساس إنه ما عم يبيضوا غير بيضة إيه بيضة لا يوم إيه يوم لا، يعني بزيد أول فترة، بعدين بتلاحظ الفرق. لازم تأمن له عدة شروط. أول شرط الغذاء الكامل متكامل. ثاني شيء الراحة بالمسكن تبعه. ثالث شيء الدفى. وأهم شيء فترة الضوء تكون لهم، ما تكون معتم لهم البيت تبعهم زيادة. وإذا كنا في فصل الشتاء بإمكاننا نحط لهم ضوء أبيض. هلا اليوم العلف مكلف، العلف المركب غالي، بس مقارنه بسعر البيض بتلاقيه جاب سعره وزياده. يعني كثير بيقول لك ما حنسخن نحط له والله حق علف حق الشيء الفلاني، شو حنستفاد منه؟ بيزيد عندك البيض، بس ما بده من اول يوم ثاني يوم، بده فتره اسبوع للاسبوعين. قد ما بتكتر لهم علف وتقدم لهم علف نظامي قد ما بيعطيك فائض من البيض. هلا بلش التوقيت الصيفي عنا، بلش يطول النهار. هلا انت جرب هالطريقة، زود لهم العلف المركب وقدم لهم البروتينات اللازمة والمعادن والكالسيوم، طبعا موجود من تشكيل انواع الاكل تبعهم او العلف. ولا تخليه ينقطعوا من الاكل نهائيا، وبتلاقي الفرق من وجد دغري. بتلاقي دغري زاد عندك اول فترة دغري انتاج البيض مباشرة اذا كان في عندك تقصير بالبيض. ثاني شيء بتلاقي انه في من بعض الدجاج اذا عندك احجام كبيرة وزنها من فوق 2.5 كيلو لثلاثة كيلو احتمال كتير كتير كبير يبيضوا بيضتين. اهم شيء من هدول اذا عندك الفليفلة كتير مفيدة، الفليفلة الخضراء والحمراء والبصل والثوم كتير مفيد مشان كترة البيض. كمان بدك تقدم لهم الهدوء والراحة، ما يكون في إزعاجات، أصوات يجي أولادي ينكشون يسدوا عليهم أحجار يرعبون. دائما هالشي بتصير يعني ضمن المزارع، يعني عم يربي دجاج عنده، بيجوا لعنده ضيوف بيشوفوا الدجاج بيرعبون، الدجاج بيرتعب من الوجه الغريب، وجه جديد يجي لعندهم بيعرف إنه هذا شخص جديد أول مرة بيشوفه بيخاف منه، بيصدر أصوات غريبة. ولازم هالشي ننتبه له نحنا. رح ارجع عيد الشروط لازمة هي. اول شغلة يكون الضوء كافي، فترة النهار تكون طويلة، تكون فترة الصيف يا اما تركب لهم ضوء. تاني سبب الغذاء كامل متكامل. ثالث شغلة الهدوء. رابع شغلة يكون وزنها وحجمها مقبول لحتى هي تقدم لك بيضتين. وتقدم بيضتين بشكل يومي مستحيل، يوم بيضتين يوم بيضة. مثل حجم هي ما شاء الله، هي تعطيني بيضتين باليوم.
وأمرار بيضة، بس بدي أقدم له الغذاء الكامل والهدوء، وقد ما بعطيه أكل بضل عم يأكل. هلأ كله أكل الدجاج هذا اللي شايفينه عندي لسه عم يأكل، بضل عم يأكل. هلأ كنت مقدم لهم علف مركب، قدمت لهم درة، ورغم كل شيء لسه عم يأكل الخضرة، لأنه لما يكتفي من المعادن والكالسيوم بده لغير شغلة يأخذ غذاء من غير مكان بيأخذ. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.